السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما انت شايف تقدر تشوف الموديل بتاعك اونلاين بالشكل دوت. مش بس الواجهة الخارجية، لا كمان تقدر تدخل جوه المبنى وتشوف كل التفاصيل بتاعت المبنى. موديل بما خفيف خالص، وممكن حتى لو جيت هنا وقلت له انا عايز مثلا المبنى دوت في ثواني بيبدأ ان هو يتحمل. طيب تعال نشوف مبنى كمان. فممكن على الموقع بتاع شركتك تقدر تحط كل المشاريع طبعا. لا يعني حتى لو حد قدر يهكر ويقدر يفتحه فما بينزلش ملف الريفت، لا ده بينزل ممكن ملف اي اف سي او حاجة زي كده، يقدر ان هو بس يشوف. تقدر تشوف الماتيريال كلها، تقدر تشوف كل الداتا كلها، ده من خلال المشروع اللي هو دوت. لو دوسنا عليه نقدر ندخل ونشوف ان هو تقدر نتبرمج حاجة زي كده. دي مواقع كتيرة بدأت تعتمد على الفكرة ديت، تقدر تحط مخطط 2D و3D، والميزة ان هو اوبن سورس، يعني تقدر تاخد الكود دوت وتشتغل بيه عادي بدون اي مشاكل خالص. دي السامبل، تدوس هنا تقدر ان انت تشوفها.